فوقاهم الله وسر ذلك اليوم وفرقاهم ولا تنظرا مستهم بما صبروا جنة الحريرة متكئين فيها على الأرائك فيها لا يرون فيها شمس ولا زمهريرا يطاف عليهم بآنية من فضة كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا عين فيها تسمى سلسبيلا كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا يطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا إنها سقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا صدق الله العظيم.